اهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثاني الاعدادي. النهارده هناخد الدرس الثالث في الوحده الرابعه، خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه. هو ثالث الخلفاء الراشدين واحد العشر المبشرين بالجنه. نسبيه يا اولاد، هو عثمان بن عفان ابن ابي العاص القرشي الاموي. اتولد بمكة في السنة الخامسة بعد عام الفيل، يعني اتولد بعد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. هنتكلم على حياته وإسلامه. كان رجل كريم الخلق، ذا حياء كثير وكرم غزير، يحب الحق وأهله فأحب الناس. أبو بكر الصديق يا أولاد لم يتردد في أن يعرض عليه الإسلام فيستجيب يا أولاد. وكان عثمان من السباقين الأولين للإسلام، وقربه الرسول إليه بسبب حسن خلقه وكرمه وحيائه. زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم من ابنتيه أولاد، السيدة رقية، ولما توفيت تزوج من أم كلثوم، ولذلك سمى به ذو النورين. شارك في كل الغزوات يا اولاد ما عدا غزوه واحده اللي هي غزوه بدر، والسبب مرض زوجته فجلس بجوارها بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم. كان بينفق ماله على تجهيز جيوش المسلمين مثلما حدث في غزوه تابوك، وكان بينفق امواله على الفقراء والمحتاجين. فقد حدث في عهد ابو بكر الصديق قحط شديد، وفي تلك الوقت يا اولاد جت قافله تجاريه لعثمان، ما استغلش الظروف ديت معايا، وهبها كلها لفقراء المدينه بدون مقابل يا اولاد، ودي اسمها تجاره مع الله. هنتكلم عن اختياره خليفة للمسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الأمر من بعده من يتولى حكم المسلمين يا أولاد، جعل الأمر من بعده شورى بين ستة من الصحابة ليختار المسلمين منهم إيه خليفة، وجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبد الله في المشورة وليس لهم الأمر شيء، يعني ابنه مش مرشح ليصبح ايه خليفه المسلمين. طب ليه عمل كده؟ حتى ليكون الحكم يا اولاد ايه وراثه. يبقى عمر بن الخطاب هيجعل الامر من بعده من يتولى من المسلمين شورى، رشح لهم سته من الصحابه. عمر بن الخطاب رشح المسلمين سته عشان المسلمين يختاروا واحد يصبح خليفه على المسلمين، وابنه عبد الله يحضر المشورة ولكن ليس لهم الأمر شيئا. الصحابة اتجمعوا يا شباب، وابتدى يتنازل بعض الصحابة عن الترشيح، واحد بيتنازل والتاني بيتنازل، لحد ما استقروا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وثم بايعوا المسلمون بالمسجد. ودي كانت البيعه في المسجد، دي البيعه العامه، البيعه العامه بيبقى في المسجد. وابتدى خلافته بتذكير المسلمين ان هم بالاقبال على الاخره والزهد في الدنيا، بيهتموا بالاخره وزاهدين في الدنيا، وبدا بنفسه، فكان بينفق على الناس ويطعمهم ويأكل هو الخل والزيت، فشعر الناس بالأمن والاستقرار إيه في عهده. أهم أعمال عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما تولى الخلافة كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد، إنشاء البحرية الإسلامية الأسطول الإسلامي، ثلاثة هيستكمل الفتوحات الإسلامية. هنتكلم على أول عمل من أعماله، كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد.
لما دخل غير العرب في الإسلام ابتدوا يا شباب يختلفوا في قراءة القرآن الكريم، فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وبعض الصحابة بكتابة القرآن في مصحف واحد وتوزيعه على كل البلاد الإسلامية. طب لماذا؟ حتى تتوحد قراءة القرآن الكريم. يبقى ليه عرفنا عثمان بن عفان أمر عثمان زيد بن ثابت وبعض الصحابة أنهم يكتبوا القرآن في مصحف واحد ليه؟ حتى تتوحد قراءة القرآن الكريم في كل البلاد المفتوحة والقبائل، ويعد ذلك من أعظم أعماله. يبقى أول عمل كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد. طب إيه السبب في كده؟ حتى تتوحد قراءة القرآن الكريم، لأن غير العرب في غير العرب ابتدوا يدخلوا الإسلام وابتدوا يختلفوا في قراءة القرآن الكريم. ثانيا إنشاء البحرية الإسلامية. في عهد عثمان بن عفان يتم إنشاء أول أسطول بحري إسلامي، حيث أمر عثمان كل من مين يا أولاد؟ أمر معاوية بن أبي سفيان والي الشام، وعبد الله بن أبي الصرح والي مصر، إن هما الاتنين يتعاونوا لبناء أسطول إسلامي لصد هجمات الروم على سواحل مصر والشام. وبكده لما تم إنشاء الأسطول الإسلامي قدر يأمن حدود الدولة الإسلامية برا وبحرا. يبقى تاني حاجة إنشاء الأسطول الإسلامي، البحرية الإسلامية. ليه؟ لما تفسر ليه تم إنشاء البحرية الإسلامية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ يبقى لصد هجمات الروم على سواحل مصر والشام. وبكده قدر يأمن حدود الدولة برا وبحرا. ثالثا يا شباب هنتكلم على الفتوحات الإسلامية. هستكمل الفتوحات. هتم فتح في عهد ولاية فتح جزيرة قبرص، وهيكون بفتح جزيرة قبرص القائد معاوية بن أبي سفيان لإيقاف هجمات الروم على سواحل مصر والشام عام 28 هجرية. يبقى في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه يتم فتح جزيرة قبرص، السبب لإيقاف هجمات الروم على سواحل مصر والشام. طب مين القائد اللي هيفتح جزيرة قبرص؟ معاوية ابن أبي سفيان. اثنين، فتح أرمينية. أمر عثمان بن عفان الوالي معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان هناك كان والي على الشام، إن هو يقوم بفتح أرمينية. فمعاوية بن أبي سفيان هيرسل القائد مين؟ حبيب بن مسيلمة، وهيستطيع فتحها عام 25 هجرية. يبقى تاني حاجة فتح أرمينية. طب مين اللي هيفتحها؟ حبيب بن مسيلمة عام 25 هجرية. ثلاثة أولاد، فتح إفريقيا والنوبة. هيأمر عثمان بن عفان والي مصر هو عبد الله بن سعد إن هو يقوم بفتح إفريقيا والنوبة، ويتم فتح إفريقيا والولايات اللي هي تونس الحالية عام 28 هجريا، ويقوم عبد الله بن سعد بفتح النوبة عام 31 هجريا. يبقى دي يا اولاد اهم الفتوحات اللي تمت في عهد عثمان بن عفان. يبقى تم فتح جزيرة قبرص 28 هجريا، مين القائد اللي فتحها؟ معاوية بن ابي سفيان، ده كان والي على الشام. تم فتح ارمينية، فتح حبيب بن مسيلمة. تم فتح افريقية والنوبة، مين القائد؟ عبد الله بن ابن سعد. ودارت موقعة أولاد ذات الصوار البحرية عام 34 هجريا،
أسباب هذه المعركة أولاد أو الموقعة على مع عثمان بن عفان بن الروم جايين بأسطول بحري ضخم بيضم 500 سفينة لمحاربة المسلمين. فأمر معاوية ابن أبي سفيان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح بالتوجه إليهم يا ولاد، وهدول معركة ذات الصواري، وهي معركة يا ولاد كانت كبيرة انهزم فيها الروم، ونجح الأسطول الإسلامي إن هو يدمر أسطول الروم وقتل منهم الآلاف، وسميت هذه المعركة يا ولاد بإيه؟ بذات الصواري. وسميت بهذا الاسم يا شباب لكثرة السفن ذات الشراع فيها. نتائج الفتوحات في عهد عثمان بن عفان، تم تأمين حدود الدولة الإسلامية غربا. يبقى ما النتائج المترتبة على الفتوحات الإسلامية لوضع صور مهمة يا شباب في عهد عثمان بن عفان؟ يبقى تم تأمين حدود الدولة الإسلامية، تم تأمينها منين لمنين؟ غربا حتى تونس إفريقيا، وجنوبا حتى بلاد النوبة، وشمالا حتى أرمينيا. وكثر الخير في عهد عثمان بن عفان لكثرة الفتوحات. هنتكلم على وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعهده يا شباب هتحدث الفتنة الكبرى، وهتزعم هذه الفتنة رجل يهودي هو عبد الله بن سبأ، دخل الإسلام وهو حاقد عليه، ينتظر الفرصة ليشعل الفتنة بين المسلمين وهدم الدولة من الداخل. معايا يا شباب؟ يبقى ليتزعم الفتنة رجل يهودي عبد الله بن سبأ، دخل الإسلام وحقد عليه، بيتظاهر يعني، وبينتظر الفرصة عشان يشعل الفتنة بين المسلمين ويهدم الدولة من الداخل ويعمل واقعة بين المسلمين. ويقدر ان يضم ليه بعض المنافقين، وابتدوا يوجهوا اتهامات ظالمه باطله لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وطلبوا بعزله، لكن عثمان رفض طلبهم. فالمتمردون دول يا اولاد والمنافقون دول هيحاصروا بيت عثمان بن عفان، وبعضهم هيتسلق داره وهيقتلوه وهو يرتل القران الكريم عام 35 هجرية. وكده نكون كانت هنا من درس اليوم مع أطيب أمانينا القلبية بالنجاح والتفوق، وإلى اللقاء.